ونبقى في الملف اليمني، استابع اليوم مراسلنا خليل القاهري انطلاق مبادرة شعبية جديدة في العاصمة اليمنية لمساعدة المدنيين المتضررين من الحرب في تعز والحصار المفروض على المدينة منذ 4 أشهر. لنتابع التقرير التالي. المبادرة التي اختير لها عنوان إنقاذ حياة عقدت مؤتمرها الصحفي في صنعاء تدشينا لنشاطها في إغاثة المدنيين بتعز بهدف تجنيب المدينة وسكانها ويلات الحرب والحصار المفروض عليها منذ أكثر من 4 أشهر. المساعدات المقرر توزيعها بعد أيام تشمل الغذاء والمياه والدواء والمراكز الإسعافية. نحن استهدفنا أنه في الغذاء وماء ودواء، يعني إغاثية، فان شاء الله يعني مستهدفين انه نوصل لهم سلال غذائيه، وكمان نحن ان شاء الله نعمل مراكز صحيه. وينتظر ان تغطي المساعدات التي تصل كلفتها الى اكثر من 7 ملايين دولار كمرحله اوليه احتياجات الاف الاسر في بعض مديريات تعز ومخيمات النزوح المحيطه بها. خطتنا في تعز هي المرحله الاولى من تنفيذ الاغاثات بمبلغ حوالي 7,100,000 دولار، تستهدف 50,000 أسرة هي الباقية داخل مدينة تعز تحديدا، وكذلك حوالي 1,000 أسرة في مخيمة النجوح، 65 مخيم نجوح. المبادرة ورغم حرصها على سرعة إغاثة المدنيين بتعز، لكنها تنتظر ضمانات نهائية من كافة الأطراف لوصول المساعدات إلى المستهدفين.